عم نطلع عليكم من خلال برنامج Property Yours لنعرض آخر العقارات الموجودة بلبنان. إذا كنتم ترغبوا بشقة سكنية، مكتب أو فيلا، ما قلكم إلا تابعوا الحلقة. خليكم معنا. راس الجبل فيلاز ريزيدنشال بروجكت بمنطقة راس الجبل علي، مقابل تلة 338 على ارتفاع 888 متر عن سطح البحر، وبيمتد على مساحة أرض 18000 متر مربع. مؤلف المشروع من 13 فيلا، مساحتهم بتتراوح بين 800 و 1200 متر مربع، وكل فيلا مؤلفة من طابقين أو 3 طوابق. Gated Project آمن وخدمات عديدة مأمنة، Security وMaintenance Team 24/24. كل فيلا مستقلة تابع لها Private Garden حوالي 1000 متر مربع، مدخلين وباركينج خاص. من أبرز المواصفات Private Generator، Elevator بكل فيلا، تجهيز Chimney وSwimming Pool، Maids Room وDrivers Room. راس الجبل فيلاز بمدينة علي، قسم كبير منه جاهز للسكن. بحاوط المشروع مساحات خضراء وحوالي 2000 شجرة داخل المشروع، مع فيو على البحر والجبل. K54 بروجكت سكني بمنطقة الكحالة، موقعه على تلة مطلة على بانوراميك فيو صوب بيروت والجبل، وعلى بعد 10 دقايق من بيروت. مؤلف البروجكت من 3 بلوكس، وكل بلوك من 3 طوابق وشقتين بالطابق. من 18 أبارتمنت بمساحات مختلفة تتراوح بين 140 و400 متر مربع. أبارتمنتس مختلفين، سامبلكس ودوبلكس، وقسم تابع لإلو جاردنز وتيراس. من أهم المواصفات مدخل خاص ومستقل لكل بلوك، جيم وتشيلدرنز بلاي جراوند، وهاي اند فينيشينج بالداخل. K54 Luxury Project بالكحالة جاهز للسكن، قريب من بيروت وبنفس الوقت بمنطقة آمنة ورايقة، مع فيو ما بينحجب بمحيط خضار وشجر. بادارو مجمع سكني وتجاري، موقعه بأبرز نقطة ببادارو، بمنطقة هادية وبنفس الوقت عنده أكسس سهل. بيتميز بقربه من المتحف الوطني، المدارس، الجامعات، المستشفيات، وعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية. مؤلف من 3 أبنية، 2 للسكن ومبنى مخصص للمكاتب، بالإضافة لأقسام تجارية. العدد المتبقي للبيع 7 شقق سكنية بين 184 و218 متر مربع، 3 مكاتب بين 117 و180 متر مربع، و3 أقسام تجارية بين 207 و254 متر مربع. Underground floor مخصص للباركينج والستورج، اسم المكاتب والشقق تابع له 2 باركينج سبوتس، أما الأقسام التجارية تابع لهم 5 باركينج سبوتس. بيتميز المشروع بمساحات خضراء، مالتي بيربس هول، جيم وتشيلدرنز بلاي روم، ومجهز بسولار سيستم اي سي يونتس وهيتينج سيستم. أبتاون بادارو مشروع بيتمتع بمودرن ديزاين ومواصفات عالية بالعمار، بالإضافة لسكيورتي 24/24، حاليا بآخر مراحل الكونستراكشن والتسليم بآخر 2018.
بلفيو 268 بناية فخمة موقعة بعوكر كاشف على فيو بيروت والبحر والجبل، والعدد المتبقي للبيع هو 2 أبارتمنتس جاهزين للسكن. دوبلكس 560 متر مربع مع 90 متر مربع تراس بالإضافة لثلاثة باركينج وكاف، وجراوند فلور 305 متر مربع مع 265 متر مربع جاردن بالإضافة لأربعة باركينج واثنين كاف. موقع البناية بشارع سكني خاص ورايق وبنفس الوقت قريب من الطريق العام. من أبرز المواصفات: باثرومز أوروبية، اي سي وشوفاج، جيبسون بورد ديزاين، دبل جليزينج، تجهيز لتشمني وهاي اند اليفيتر. بلفيو 268 بناية بتتميز بهاي اند فينيشينج ومعايير عالية بالعمار، حالياً آخر 2 أبارتمنتس للبيع وجاهزين للتسليم. انخفضت أسعار العقارات بالسعودية خلال الربع الثالث من عام 2018 بنسبة 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء للرقم القياسي لأسعار العقارات بالربع الثالث من عام 2018. وأوضح التقرير أن أسعار القطاع السكني انخفضت بنسبة 3.8%، وسجلت الوحدات السكنية انخفاض بنسبة 3.7%، والفلل انخفاض بنسبة 4.2%، وانخفضت أسعار الشقق بنسبة 3.3%، وأسعار المنازل بنسبة 1.7%. وبالنسبة للقطاع التجاري فقد انخفض بنسبة 2%، وسجلت قطع الأراضي التجارية انخفاض بنسبة 2%، وسجلت المحلات بالمركز التجاري انخفاض بنسبة 1.6%. هيدي كانت حلقتنا لليوم، راسلونا على بريدنا الإلكتروني info@propertyyours.com، كما وفيكم تتصلوا فينا على الرقم اللي عم بيظهر على الشاشة. زوروا propertyyours.com، صفحتنا على الفيسبوك ومتفي.com.lb/programs لمزيد من المعلومات. أنا بلاقيكم بحلقة بكرة بنفس الوقت مع مزيد من الأخبار العقارية. خليكم على الموعد.